عليه الصلاة والسلام. أكيد مشاهدينا لما بيكون في ضيف عزيز علينا وبنحبه كتير قادم أو يعني إحنا بنحب نسمع أخباره فبنصير ندور عليها وين ما كانت ونقرأها ونتابعها ونتنقلها. هالضيف أكيد شهر رمضان وأيام قليلة باتت تفصلنا عن هذا الشهر الفضيل، فبالتالي أخباره عم بتهل علينا أول بأول، وعن الباص السريع وسيره في رمضان ومتى سيتوقف، وعن الشفتات اللي حتكون في شهر رمضان. والخبر بيحكي أنه المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان رياض الخرابشي صرح أنه رحلات الباص السريع وباصات رؤية عمان ستتوقف في شهر رمضان فترة الإفطار من نصف ساعة إلى ساعة، أكيد حتى السائقين يتناولوا إفطارهم، وسيتم تزويدهم بوجبات الإفطار للسائقين الله يعطيهم العافية بمحطات العمل لمنع حدوث أي انقطاع للعمل بعد الإفطار. وبين إنه هالإجراء سيتم العمل به أو تم العمل به العام الماضي وسيتم به العمل هذا العام. أيضا مشاهدينا سيكون العمل على شفتين كما هو معتاد وفي الأيام العادية، ولكن التوقف فقط فترة الإفطار. يعني أكيد لابد إنه يعني إجمالا كمان دعاء اللي طالعين مثلا من جامعاتهم من دوامهم أكيد في فترة كافية لحتى إن شاء الله يوصلوا قبل الإفطار، فمعهم وقت إن شاء الله صح أكيد. بيكون في أزمة شديدة مع خروج يمكن الطلاب بوقت واحد، العمال الموظفين، لكن إن شاء الله الله يسر الأمور وتكون الأمور إن شاء الله يعني ماشي ميسرة ومسهلة. وفي خطط بتكون رانيا وبيحضروا أمورهم أكيد الجهات المختصة لحتى يتفادوا أي أزمات سير أو تأخير. يعني مختارتنا الثانية مشاهدينا الكرام عن المسكنات وتناول المسكنات، يعني دعاء بتعرفي مرات واحد بيصدع راسه بياخذ حبة، ما طاب راسه بياخذ مسكن ثاني او نوع ثاني للاسف. كيفك انت والمسكنات؟ والله يعني زي الشوكولاتة يا لطيف يعني عشان اللي بياخذوا المسكنات زي الشوكولاتة والملبس الغذاء والدواء تحذر من ممارسات خطيرة لدى تناول المسكنات، وبتحكي انه فعلا في اعراض جانبية كبيرة للاشخاص اللي بتناولوا المسكنات بشكل مفرط بشكل كتير كبير، مضادات الالتهاب كمان أيضا الغير ستيرويدية بجرعات متكررة. يعني زي ما حكينا إنه واحد صدع بعد ساعتين ثلاثة شعر إنه هالحبتين المسكن ما أخذهم بياخد نوع تاني من نفس الفصيلة الدوائية للأسف الشديد، مش من نوع تاني لأنه يعني الشخص عادة يجهل تركيبة الأدوية، فبتلاقي ممكن يكرر نفس الدواء لكن من اسم تاني شركة تانية، وهون هذا الحد بيعمل بصراحة مضاعفات خطيرة مثل الإصابة بالفشل الكلوي الحاد، قصور عمل الكبد أو نوبات قلبية أو سكتات دماغية. يعني مش شطارة إنه نحن نضلنا ناخد مسكنات بشكل كتير كبير أو يعني وراء بعض، لأنه رح تأثر على يعني فعلا صحتنا على المدى البعيد. كمان ممكن ترفع نبضات القلب، هذا يعني أخف شيء، يعني ممكن واحد يصير يشعر بتسارع بنبض قلبه مش عارف ليش، بقول لك يمكن لاني مصدع، يمكن لاني مفلوز، يمكن لاني تعبان، خصوصا الناس هلا عم تعيش باجواء الحساسيه والرشوحات، بتلاقي بتاخذ مسكن وراء الاخر. وطبعا لابد انه دعت المؤسسه للابلاغ عن الاثار الجانبيه للادويه من خلال طبعا مسح رمز الاستجابه السريع الخاص بمركز اليقظه الاردني في المؤسسه العامه للغذاء والدواء في تطبيق معين ممكن تنزلوه اذا لقيتوا اي اثار جانبيه موجوده عندكم. ويفضل طبعا تفادي أخذ المسكنات بشكل متكرر وبشكل يومي أو بيناتهم وقت قليل، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع أكيد وما نضطر للمسكنات. صراحة هي التداخلات الدوائية بتعمل مشاكل صحية وإلها آثار جانبية أصف. يعني خلينا نروح باتجاه إنه الواحد يعرف شو السبب، سبب الصداع قبل ما يروح للمسكنات. إذا أنا مش نايمة منيح خليني أخذ قسط من الراحة والنوم، إذا أنا مش مفطرة أو مش ماكلة وشاعر إنه سبب الصداع إني مش ما خليني أكل وأخذ الأمور اللي مثلا كافيين، ما شربت اليوم قهوة وهذا سبب الصداع أو ما شربت شاي بكرة رمضان شوف الصداع بالضبط. لا هو أول يوم يومين وبعدين الأمور تمشي فبالتالي قبل ما نروح لخيار الدواء والمسكنات خلينا نروح للأمور الطبيعية ونتمنى السلامة للجميع. مشاهدينا صورة لسيدة
أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتم طبعا مباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه السيدة التي كانت منذ فترة متواجدة في طرقات إربد. يعني الخبر والمختارة مشاهدينا التالية إنه وزارة التنمية الاجتماعية تابعت حالة السيدة التي تم نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لإجراء التدخلات اللازمة لهذه السيدة، علما بأنه السيدة لديها أولاد 2 وقد جرى سابقا استدعاء أولادها من قبل محافظة إربد. النشطاء على مواقع التواصل تداولوا صورة السيدة، وهي صورة سيدة مريضة بتنام على الأرصفة في شوارع إربد، وتبدو السيدة في الصورة بوضع صحي صعب، وحسب المعلومات إنها السيدة منذ أشهر تجوب الشوارع دون أي معيل ودون تحرك أي جهة رسمية. طبعا الناشطين أو قال الناشطون بأنه هالسيدة بتكون متواجدة عادة بالقرب من مستشفى الأميرة بسمة وبشكل شبه دائم. يعني بنتمنى فعلا أنه يتم مساعدة هالسيدة وإجراء اللازم من قبل الجهات المختصة، خاصة أنه كنا بالأمس راني عم نحكي عن يوم المرأة العالمي، ما بيصير ابدا يكون مثل هاي الحالات يعني موجوده الله في طرقاتنا. المستعان، بصراحه هي صوره مؤلمه وموجعه، ويعني فعلا يعني المفروض انه فعلا يعني من اول ما شافوها الجهات المعنيه تتحرك ويعني تسارع بعلاجها بحمايتها. نعم. الله المستعان. طيب بننتقل مشاهدينا الكرام لمختارتنا القادمه، وهي يعني رح ننتقل على الصعيد الفلسطيني والضفه الغربيه، ولا يزال الكيان الصهيوني الغاصب يعني يصيب احبابنا باصابات شديده. يعني نحن عم سبحان الله نكسب شهداء، قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار، واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة بقضاء جنين، رحمة الله عليهم، ربنا يتقبلهم ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى. يعني سفيان عدنان إسماعيل فاخوري اللي عمره 26 عام، ونايف أحمد يوسف ملايشة 25 عام، وأحمد محمد ذيب فشافشة 22 عام، شباب زي الوردة. يعني سبحان الله، رحمة الله عليهم. يعني بنتمنى طبعا مشاهدينا يعني ربنا يرحمهم برحمته. يعني اكيد من خلال برنامجنا ومن خلال قناتنا نتوجه لذوي هؤلاء الشهداء، لا نعرف بالتهنئه ام بالعزاء، لكن بالتاكيد هذا قدر الشعب الفلسطيني الذي يواجه محتل غاصب ينكل بالشعب صباح مساء، وأعداد كبيرة من الشهداء منذ بداية العام من بينهم أطفال، عدد كبير من الأطفال قضوا نتيجة إجرام هذا الصهيوني الإرهابي. لكن كما قالت رانيا، يعني أكيد هؤلاء شهداء أحياء عند ربهم، فبالتالي أكيد يعني في جانب جميل ومشرق، لأنه هاي التضحيات أكيد ستثمر عن فرج ونصر قريب بإذن الله. يا رب إن شاء الله. يعني إحنا مشاهدينا من هذه المختارة ننتقل إلى مصر، وحفل مهيب لنحو 600 طالبة وسيدة من الحافظات للقرآن الكريم في معهد من المعاهد التابعة للأزهر الشريف. خلينا نشوف مشاهد رانيا والمشاهدين الكرام من هالحفل الجميل، وعن جد شيء يبعث في النفس السعادة هالمشاهد. خلينا نتابع مع بعض. يا يوم خاتمي وامتزاج مشاعري، في حين خاتمي كم يحار لساني، من فرط شوقي لانتظار نهاري، هذا أنا كاتب أشعاري. أمي حروفا خالطت أعماقي، أمي عطاء ثامر بهنائي، يا مهجتي يا بهجتي وسعادتي، يا من عطاياها كما الأفنان،
أهديك هذا اليوم حلوة بشارة أني سألبسك من التيجان. يا يوم خاتمي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني اللهم يا رب يجعل خلقهم القرآن، شو يبقى أحلاهم يا رب. ما شاء الله. رح ننتقل مشاهدينا الكرام لفيديو آخر. خلال حفل مدرسي بمناسبة يوم الأم العالمي، الطفلة المقدسية مريم منذر حمادة بتشارك الأطفال بنشيد للأم، وسط حزن واضح على ملامحها إثر التغيب القسري لوالدتها الأسيرة فدوى حمادة المعتقلة في سجون الاحتلال. يعني قديش فعلا الفيديو مؤلم، وفيديو يعني لما نشوف هاي البنوتة عم بتغني للأم بيوم الأم وأمها مش موجودة، عن جد شيء محزن وموجع. خلينا نتابع مع بعض. يعني مشاهدينا، الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017، طفلتها كان في ذلك الوقت لم تبلغ من العمر 4 شهور، وهي الآن في الروضة وعمرها 5 سنوات وتنشد هذا النشيد، وعن جد ترتسم على وجهها، شفتي ملامح يعني يرتسم وجهها الحزن، يعني كلهم مبتسمين وبزقفوا إلا هي ملامحها مش قادرة تعبر أو يعني لا تشعر بقيمة هذه الأنشودة لأنه أمها غايبة. صحيح. إن شاء الله بترجع والدتها وبيرجعوا كل أسرانها لذويهم. بدنا ننتقل مشاهدينا لمختارتنا الأخيرة لليوم، والرئيس الكيني ويليام روتو اللي قطع خطابه احتراما للأذان، وذلك خلال فعاليات وضع حجر الأساس لمشروع سكني جديد. طبعا هالرئيس هو مش مسلم، هو من يعني مسيحي، لكن احتراما للأذان توقف عن الخطاب حتى انتهى الأذان. خلينا نتابع مع بعض هالمشاهد. يعني والله الأذان له رهبة، بحياة الله، يعني الله أكبر، شوفي ما أجملها من كلام عندما يقع في القلب مباشرة. صحيح. وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما بيأذن الأذان والإنسان ينصت ويردد من خلف المؤذن وثم ينهي ذلك بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، أكيد هو يكون من ممن يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. آمين. اللهم اجعلنا منهم. آمين. طبعا الملاحظ رانيا أنه الناس أعجبت شفت التصفيق، نعم، وصفقوا. أكيد هذا يعني تعبير عفوي. جميل. ردة فعل، يعني بغض النظر يمكن في من الحضور مسلمين لأنه الأذان يقام عندهم، وفي غير مسلمين. هو كينيا أغلب اللي فيها مسلمين، نعم، يعني عدد المسلمين فيها أكبر، لكن الرئيس مسيحي ويحترم الشعائر الإسلام، فعن جد يستحق التحية. يعني هاي كانت مختاراتنا لليوم مشاهدينا الكرام، بتمنى تكون نالت إعجابكم. ورح ننتقل لفتة الحمص باللحمة مع الشيف رولا الناطور. حضروا حالكم لحتى نشوف طريقة الشيف رولا بالفتة
مين أطيب، فتتكم ولا فتتها؟ خلينا نتابع مع بعض.